ده شبكه فعلا اللي بيشتغل ما كانش فيه اهتمام فعلا. كان فيه توجه من الدوله ان الفن مش مهم، انا اهتم بالنهارده لكن الفن لا، الفن يكون فن حرام بس دي طبيعه على الفن. كان حاسس ان بتوع السادات بتوع مصر فما كانش فيه اهتمام بالفن، وبالتالي لما تراجع عدد انتاج الافلام بقت قليله، المستوى المرتفع بتاع الافلام كنا 70 فيلم بنتخانق 50 مخرج مين يودي فيلم مهرجان وكلها نافعه مهرجانات، النهارده مش لاقيين فيلم ودي مهرجان وبتلاقي فيلم بنزغرط كلنا والنبي لقينا فيلم ودي مهرجان. انا عندي حاجه اسمها لسه منوره على منتج كبير، ده فيلم ولا مسلسل يا فندم؟ و مسلسل تاني بتاع محمد المشوسي اتفاقيه مشروع السينما هي مش بتخزن، وانا بقول من بعد فاكر الخزينه من الواد المليون مش بقول اعمل اي حاجه وسقع وبيع وبيع الساكن بالتراب. بنسيب لحضرتك الختام تقول ايه الجمهور وشوشه النهارده في عيد الفن؟ بشكر وليكم كلهم مننا بشوشه ان شاء الله باذن الله هتفرق بروح اقصى من النهارده وخليها بينا وبين بعض. Jungle.